في خلافات الآن، لنا ساعة نسمع عن جنون كذا في البيت الشبابي الشبابي، في صدام شبابي شبابي، إيش حينتهي عليه ما نعرف. طبعا كل واحد قاعد يطلع لك معلومات، ما في شيء رسمي نقدر نتعامل معاه. والله عرض الاتحاد كان كذا وعرض النصر كان كذا ومدري مين. اللي نعرفه أنه رسميا هذا اللاعب هلالي. في خلافات شبابية شبابية، راح ننتظر وش تنتهي عليه. اللاعب راح للهلال، صفقة كبيرة، صفقة مدوية، حل مشاكل كبيرة في نادي الهلال على مستوى الدفاع، خصوصا بعد إصابة المحترف الأجنبي. ألف مبروك لحسان تنبكتي، ألف مبروك للهلال. وما يحدث في نادي الشباب راح ننتظر ونشوف إيش حيصير. هل الخلافات القوية اللي صايرة بين الشبابيين فيما بينهم ومع الإدارة الشبابية